تلقيت العديد من الأسئلة عن موضوع الحصانة. أحب أوضح أولا بشكل عام بأن الحصانة البرلمانية هي حصانة من الاتهام والتحقيق، يعني يتوجب رفع الحصانة قبل توجيه الاتهام أو مباشرة التحقيق مع العضو أثناء دور الانعقاد. أنا لا أتكلم عن ما بين أدوار الانعقاد. أما الأحكام القضائية وتنفيذها فلا حصانة للنائب في ذلك. إذا كان في عندكم أيضا أي استفسارات أخرى أنا على استعداد للإجابة.